أنا آسف ست رجاء إني جيت بدون موعد، الحقيقة حاولت أتصل بس ما قدرت. المهم جيت حتى أسألك أكم من سؤال في بيتك، وفضلت أجي بنفسي لأني حسيت إنك ما بترتاحي لما نطلبك لعنا. ما في مشكلة أستاذ، على العموم تفضل. شكرا، استناني برا مع سليم. حاضر سليم. ما شاء الله بيتك كتير حلو ست رجاء، هذا بيدل على ذوق صاحبة البيت. بتحب تشرب شيء؟ مي، بس مي لو سمحتي. سلم ايديك، غلبتك. الحمد لله صح. شكرا. الحقيقة أنا بحب أشرب مي كتير، مش عارف ليش، مع إنه العصير فيه فايدة أكتر. طيب تفضل ارتاح، ليش واقف؟ شكرا. ست رجاء، ممكن تقولي لي كيف صار الحادث؟ أنا عارف، متأسف، عارف إنه يمكن سألتي هذا السؤال مليون مرة، بس بدك تعذرينا. ما جاوبتيني، كيف صار الحادث؟ بتذكر كان يوم أربعاء. يوم أربعة ولا خميس؟ لا لا، الأربعاء. اللي بيخليني متأكدة إنه وقتها إجا بموعده، لأنه هو عادة نهار الخميس بيتأخر شوي. ليش بيتأخر؟ نهار الخميس بيجمع المصاري وهيك شيء. عفو، كيف بيجمع مصاري من السوق؟ هو هيك نظام شغله، نهار الخميس هو يوم تحصيل وباقي أيام الأسبوع بيبيع وبيشتري. فهمت عليك، يعني يوم الخميس بيجمع شغل الأسبوع. تفضلي كملي. مثل ما قلت لك كان يوم أربعاء، إجا حوالي الساعة 4 العصر، قعد شوي بعدين قال لي أنا رح فوت نمي شي ساعة بعدين صحيني، لأنه يمكن كان عنده موعد مع واحد من زباينه. وبعدين؟ بعدين دخل ونام. وقبل ما يدخل ينام ما قال لك اشي؟ اشي مثل شو؟ اي اشي، يعني ما قال لك مثلا وين راح يروح، بده يتأخر ولا لا؟ لا ما حكى شي. بعدين انا ما بتدخل بأمور شغله. عفوا ست رجاء، بس اللي انا لامسه وشاعر فيه إنه حضرتك بتعرفي بأمور شغله كتير، وبتعرفي شغله كمان، وأكيد أكيد إنك بتعرفي مع مين كان يتعامل كمان. صحيح، بس أنا مثل ما قلت لك مو كل الأمور بعرفها. ست رجاء، أنت بالتحقيق الأولي للقضية قلتي بالحرف، خليني أقرأ لك إياها عشان تتأكدي. بتذكر انه قلتي لما زوجك نام، وين هون؟ انه لما زوجك نام
انت اتصلتي ببيت خالتك وهم طلبوا منك انك تزوريهم، وانت بالفعل ركبت سيارتك ورحت تزوريهم. اللي بتعرفه ست رجاء شغلتين. اولا انت دائما بتزوري بيت خالتك، وثانيا انت عادة لما تطلعي من البيت بتاخدي موافقة زوجك، يعني السيد توفيق كان معطيكي هيك حرية؟ استاذ يمكن في مسألة لسه مو واضحة عندك منيح. شو هي؟ انا ما طلعت من البيت الا بعد ما صحي توفيقي من النوم. انا صحيح اتصلت ببيت خالتي وعدتهم اني اجي زورهم، بس توفيق الله يرحمه ما كان يتحسس من روحتي لأي مكان لسبب واحد بس، إنه كان يوثق فيني منيح، كان يقدر قديش كنت حبه. هذا واضح، واضح كتير، بدليل إنه شريلك سيارة آخر موديل عم تستعمليها مثل ما بدك، مش هيك؟ أي نعم، والحمد لله إني طلعت قد ثقته وتقديره إلي، وقدرت حافظ على ثقته طول فترة وجوده وحتى بعد وفاته. ست رجاء، أنا ما بدي أخذك لأنه أنا كمان عندي شغل، بس ممكن أسألك سؤال صغير وتجاوبيني عليه؟ تفضل. ممكن توضحي لي ليش السيد توفيق أجل طلعت وحدك اليوم؟ أنا قريت بالملف إنه أحد الأشخاص، ويمكن يكون هو نفس الشخص اللي توعد معه، اتصل فيه حوالي الساعة 6 تقريبا. لا استاذ، هو بالستة وصل والتليفون اجاله الساعة 7، يعني بعد ما صحي من النوم. المهم بعد ما حكى معك بالتليفون قال لك اني ما رايح اطلع. طب مش ممكن يكون نفس الشخص اللي حكى بالتليفون هو الشخص اللي بده يزوره؟ انا ما سألته، بس اكيد هو كان طالع ولما اجاله التليفون غير رأيه. طب شو بتتصوري كان السبب؟ ليش هذا الشخص اتصل؟ وليش ألغى الموعد؟ ما بعرف، يمكن صار عنده شغل أو ظروفه ما سمحت له. ويمكن في سبب آخر. بقدر استعمل التليفون؟ ايه تفضل. شكرا. ألو، نقيب صلاح لو سمحت. صلاح؟ أيوة. اسمع، العميد وصل ولا لسه؟ طيب، أنا موجود على هذا الرقم. عفوا ست رجاء، ديش الرقم؟ 4 4 232 167. إذا احتجتوني لأي شيء اتصلوا فيي على هذا الرقم، أنا موجود هون. طيب، شكرا، مع السلامة. حظك. أنا المفروض كان عندي اجتماع وتأجل لأنه العميد ما وصل، مش عارف هذا من حسن حظك ولا من سوء حظك. لا، من حسن حظي طبعا. طيب، ممكن نكمل حديثنا؟ لا، ما في مانع ابدا، بس بعتقد انه صار واضح انه الانسان ممكن يصير عنده مشاغل يضطر فيها لتاجيل بعض المواعيد. ست رجاء، انت قديش ضليتي ببيت خالتك؟ انا كنت مفكره انه توفيق طالع من البيت، فقلت لحالي بدل ما ابقى لوحدي بالبيت بروح بزور بيت خالتي. ولما توفيق أجل روحته بقيت حيرة ما بين إني روح ولا ما روح. بعدين توفيق قال لي روح. هذا الحكي الساعة كم؟ لما طلعت كانت الساعة 7:30. وإمتى رجعتي؟ حوالي 9. يعني ضليتي برا البيت من الساعة 7:30 للتسعة.
ايه تقريبا. ست رجاء، ست رجاء ارجوكي، انت ما لازم تتضايقي ابدا، بالعكس انت المفروض تكوني اول الناس اللي يتعاونوا معنا حتى نكشف القاتل. ولا شو اللي دفعك انك تتصلي بالشرطة وتخبريهم عن الحادث؟ معك حق، انا حاضرة لأي شيء بدك اياه، بس يا ريت تعذرني يا استاذ، ان الموضوع مو هين علي. طبعا طبعا معك حق، وانا اسف، اسف جدا، بس مثل ما بتعرفي هاي اجراءات ولا بد منها. من معلوماتك يمكن نمسك خيط يخدنا لمعرفة الحقيقة، وهذا المهم، مش هيك؟ ايه طبعا طبعا. ممتاز ممتاز ممتاز. انت قلتي لي انك وصلتي للبيت الساعة 9. طيب بعد ما وصلتي للبيت الساعة 9 ما شفتي اي اشي غريب في الشارع؟ يعني ممكن واحد بركض وشخص غريب ماشي، اي اشي؟ لا ما كان في حدا بالشارع. لا ولا واحد من الجيران؟ ما بتذكر. ست رجاء انت شفتي فارس ابن جيرانكم، وهذا الاشي مثبت في المحضر، بس يمكن تكوني ناسية، مش كتير مهم، بس شفتي فارس اول مرة، وفارس كان واقف باب البيت لما نزلتي من السيارة، سألك في اشي ست رجاء؟ قلتي له لا ما في اشي. أقوال فارس هيها مثبتة عندي في المحضر. فارس قال شفت الست رجاء راجع للبيت بسيارتها بعد نص ساعة من سماعنا لصوت الطلقة أنا وأهلي، فسألتها في إشي ست رجاء؟ ردت علي لا ما في إشي. بعديها دخل فارس لبيته وقال كمان سمعت صوت الصراخ، فطلعنا أنا وأبوي ورحنا لبيت السيد توفيق وشفنا الست رجاء بتركض وبتصرخ بعد ما شافت زوجها مقتول في البيت. ها شو رأيك؟ ست رجاء، ست رجاء، أنا بقدر الحالة اللي أنت فيها تماما، بس اللي أرجوه منك إنك تركزي معي، وتركزي معي كتير كتير. يعني أنا مش مضطر أرجع كل شوي للملل، مش هيك؟ بعد ما رجعتي للبيت وشافك ابن الجيران وحكيتي معه، شو عملتي؟ فتحت باب الكراج، شفت سيارة توفيق موجودة، فعرفت انه ما طالع من البيت، بعدين دخلت سيارتي وقفلت الباب. طيب وبعدين؟ وصلت باب المطبخ، طلعت من الشباك ما شفت شيء، لأنه باب المطبخ كان مطفي، دقيت الباب مرتين ما في فايدة، قلت لحالي ليكون نايم، بعدين قلت لا ما معقولة ما بيساويها. يعني شو مو معقول يا منى؟ يمكن تطحيلي؟ لا بس توفيق مو من طبيعته انه ينام بكير. طيب طيب بعدها شو عملتي؟ فتحت الباب بالمفتاح اللي قلت ودخلت. لحظة ست رجاء، انت قلتي انك وصلتي لباب المطبخ مش هيك؟ اي نعم. بعدين طليتي من الشباك وما شفتي اشي لانه ضوء المطبخ كان مطفي. اللي بدي اعرفه وبدي تركزي معي كتير كتير، انت اول مرة حطيتي ايدك على باب المطبخ ولا
دقيتي الباب ودخلتي. يعني شو رح تفرق؟ هي ما بتفرق، بس الحقيقة أنا يعني بحب أعرف كل التفاصيل حتى لو كانت مش مهمة. طيب ليش يعني المفروض انه توفيق كان موجود في البيت ساعتها، فليش يسكر باب المطبخ؟ وليش انت ما دخلتي على طول؟ ليش دقيتي الباب؟ انا اجيت بدي افتح الباب فلقيته مقفول. استاذ صافي، صافي مقدم صافي. استاذ صافي، انت مو ملاحظ انه اسئلتك صارت غريبة شوي؟ عفوا، كيف يعني غريبة؟ ما بعرف، انا هيك بلشت احس. لا ابدا، هي لا غريبة ولا اشي، بس الظاهر انه اعصابك صايرة تعبانة وانت شوية حساسة. ست رجاء، بتعرفي في ستات كتير بحسدوكي. على شو؟ إيه كيف على شو؟ ما شاء الله، يعني شايف قدامي ست قوية ومثقفة، فأكيد كل الستات بحسدوها. المهم ست رجاء، أنت شو شاهدتك؟ أنا واصلة للسنة الثالثة بالكلية وتركت. سارة، بأي كلية كنتي؟ العلوم. فيزياء؟ لا، كيمياء. هذا موضوع كتير ممتاز. خسارة إنك ما كملتي، الظاهر كانت الدراسة صعبة عليك. لا أبدا، بالعكس أنا كنت متفوقة جدا. يا سلام، وليش تركتي؟ ظروف الزواج منعتني. يعني زواجك من السيد توفيق هو اللي خلاك تترك الدراسة. السيد توفيق منعك؟ بالضبط. طب شو السبب؟ ما في أي سبب، بس قال لي إنه نحن مو محتاجين. إيه معقول؟ عفوا، تفضلي ست رجاء. ليش واقفة؟ تفضلي. ست رجاء، ممكن تقولي لي مين له مصلحة في قتل توفيق؟ ما بعرف، يمكن واحد من اللي كان يتعامل معهم، أو يمكن واحد حرامي، ما بعرف. فعلا يمكن الحرامي، بس أكيد هذا الحرامي كان مركز تماما على أنه يتخلص من توفيق. شو قصدك يعني؟ ما فهمت. لا ولا إشي ولا إشي. المهم، تقدري تقولي لي الأشياء اللي انسرقت من البيت شو هي؟ طوق ذهب كان بالخزانة، وحوالي 20,000 دينار. طوق ذهب 20,000 دينار. ما في إشي غيرهم؟ لا طبعاً، في غيرهم. زي إيش؟ أشياء كتيرة. السيد توفيق الله يرحمه كان يحط المصاري بالمحل؟ ايه طبعا، قصدي هو كان يحط مصاري بالمحل، بس ما كان يخلي مبلغ كبير. طيب وين كان يحط المبلغ الكبير؟ بالبنك او مكتبه. والمكتب هذا وين؟ هون، قصدي جوا. طيب بقدر اشوفه؟ ايه بتقدر. تفضل. شكرا. تفضل. Thank you.
تفضل هاي الخزانة. شفت السيد توفيق كان دائماً يقعد هون؟ لا مو كل يوم تقريباً، يعني لما يحتاج. كيف يعني لما يحتاج؟ ما بعرف، هو بهذا المكتب بيحفظ وراقه وبهاي الخزنة المصاري، فلما بيحتاج شي بيجي له. بس هذا مكتب كامل بيقدر يمشي كل شغله من هون. فعلا لما يكون مريض او تعبان كان يجي يتابع شغله من هون. هذا واضح. طيب بعد ما دخلتي للبيت، بقصد للمطبخ، وين رحتي؟ دخلت على الصالون، كنت متوقع أن يشوفه قاعد هونيك. لما ما شفته دخلت غرفة النوم، وهنيك. ست رجاء أرجوكي اهدي وركزي معي، أرجوكي. شفتيه واقع على الأرض والأوراق متناثرة كمان، مظبوط؟ المسكين كان قاعد على الكرسي عم يقرأ بالوراق وانضرب برصاص. مظبوط، كلامك مظبوط ست رجاء، وممكن يصير. القاتل كان واقف ورا شباك غرفة النوم يستنى لحظة أو فرصة مناسبة حتى يقتل توفيق، وبعدين يدخل البيت من نفس الشباك اللي كان واقف وراه. هذا إذا كان الدافع هو السرقة طبعا، لكن للأسف هذا إشي ما تحقق. إحنا شفنا الشباك مخترقته الطلقة اللي صابت راس توفيق، واللي بعديها وقع على الكرسي وتناثرت الأوراق اللي كانت بإيده، بس الشباك ضل مسكر. يعني القاتل ما دخل البيت لا من الشباك ولا من أي مكان آخر. بعدين إحنا ما شفنا أي أثر يثبت إنه القاتل أو الحرامي سرق أشياء من البيت، باستثناء الأشياء اللي أنت قلتي عنها واللي كانت في خزانة السيد توفيق، اللي هي الطوق وال20,000 دينار. ست رجاء لو سمحتي بدي تتذكري، بلكي انت ماخذ الطوق والفلوس وحطيتيهم في مكان ونسيتي، لانه احنا ما وجدنا اي بصمات لاي شخص غريب في الخزانه او في الغرفه. لا انا متاكده منيح. تذكري ما فيها شيء. لا الطوق والمصاري كانوا بالخزانه. طيب اسمحي لي. تفضل. متأسف نسيت النظارة في الصالون، ممكن أجيبها؟ تفضل. شكرا. أنا آسف ست رجاء. تفضلي استريحي. Thank you.
صحتكم بخير؟ لا لا أنا ما بحسن هلا أجي، مشغولة شوي. طيب أنا بتصل فيكم، مع السلامة. بيت خالتي عم يسألوا عنه. ياسر شو بيشتغل؟ حاليا ما بيشتغل. ليش ما بيشتغل؟ ما عنده شهادة؟ كان معي بالكلية، أنا تركته وهو كمل دراسته. كان معك بنفس القسم كيمياء؟ أي نعم. رائع، ممتاز. عاد هاي شهادة ممتازة، ليش ما يشتغل فيها؟ هو بالبداية اشتغل بمختبر وبعدين ترك. ليش؟ يمكن ما عجبه الشغل أو بجوز كان الراتب قليل، ما بعرف. عاد أحسن له من هالقعدة. ياسر متجوز؟ متزوج؟ لا لا مو متزوج. غير ست رجاء، في إشي؟ شوية صداع. العفو ست رجاء، أنا كتير كتير متأسف، أنا أكيد أتعبتك. لا هذا مجرد ألم. أستاذ تسمح لي روح أخذ حبة أسبرين؟ تفضلي. أهلين ست رجاء. كيف صرتي؟ إن شاء الله أحسن. لا أحسن شوي. الحمد لله. الحالة هاي دايما معك؟ أي حالة؟ الصداع طبعا. لا بس بعد وفاة توفيق بدأ يتكرر عندي الصداع. رجعت الطبيب؟ نعم رجعت، قال لي إرهاق وتوتر وتعب، ما في شيء. الحمد لله الحمد لله. تسمحي لي أقعد؟ تفضل. ياسر ابن خالتي، ليش مش متجوز لحد هلا؟ ما بعرف، يمكن ما بده يتزوج. طيب ما عنده علاقات؟ شو قصدك؟ يعني ما عنده وحدة يحبها تحبه زي كل هالشباب يعني؟ لا لا قصدي ما بعرف. طيب انت كيف علاقتك معه؟ يعني كيف بدها تكون علاقتي معه؟ ابن خالتي اكيد علاقة طيبة. مش بس ابن خالتك، زميلك بالدراسة كمان. ست رجاء انا اسف يمكن بزعجك كثير، بس تسمحي لي بسؤال و
وأرجو أنك ما تعتبريني بتدخل في أمورك الخاصة. أنت كم مضى على زواجك من السيد توفيق؟ 5 سنوات. 5 سنوات؟ طيب اسمحي لي بكمان سؤال صغير. ما عندي أطفال. أنا من البداية قلت إنك ست ذكية. ليش هيك سؤال بيحتاج الواحد يكون ذكي لحتى يعرفه؟ يعني ست رجاء، أنت بتتفقي معي بإنه المال والجاه مش بالضرورة إنهم يحققوا سعادة الإنسان، بس بدي أعرف ليش ما كان عندك أطفال؟ يعني السيد توفيق ما كان بده ولا؟ الحقيقة أنا كان ممكن يكون عندي أطفال. يعني ما عندك أطفال لأنه كان يصير معك؟ بالضبط. طيب السيد توفيق ما عرضك على أخصائية؟ بلى، بس ما عرفت السبب. معقول أخصائية وما تعرف السبب؟ ولا السيد توفيق كان ما بده يعني؟ طب هذا الموضوع ما كان بيسبب مشكلة بيناتكم؟ يعني أكيد، بس طيب ست رجاء أنا آسف جدا، أنا غلبتك معي اليوم. المهم أنت ما بتشكي بحدا؟ ما في حدا له مصلحة بقتل توفيق؟ ما في يوم من الأيام جاك توفيق وقال لك إنه في مشكلة بينه وبين حدا؟ مشاكل الشغل كتيرة، أنت بتعرف إنه هذا سوق وفيه المنيح وفيه العاطل. أنا بقصد من اللي بتعاملوا معه. في شخص بده يخلص من توفيق؟ ما بعتقد. ما بتعتقدي ولا متأكدة؟ ما بحسن أقول لك إني متأكدة لأني ما بعرف. ست رجاء، الضوء البراني للجراج بيشتغل ولا لا؟ بيشتغل. إيه؟ طب إذا بيشتغل ليش توفيق ما شغله والدنيا صارت الساعة 8 بالليل؟ ما بعرف. أنت جيت الساعة 9 والجيران سمعوا الطلقة قبل وصولك بنص ساعة، يعني توفيق انطخ الساعة 8:30. طيب يعني صارت الدنيا ليل، ليش توفيق ما شغل الضوء البراني؟ ما بعرف. مش يمكن يكون مقتول قبل هذا الوقت؟ شو؟ أنا ما عم بفهم، كيف يعني مقتول قبل هالوقت؟ يعني توفيق كان ميت أصلاً، والحرامي أو القاتل أو اللي هو بس أجا زاد عليه. أنت شو عم تحكي؟ أنا تركته الساعة 7 وما كان فيه شيء، يعني معقول بظرف ساعة ونص يموت أو يجي حدا يقتله؟ مستحيل كل هذا يصير بساعة ونص، أنا ما بقتنع بهالحكي. لا، لازم تقتنع، لأنه هذا هو اللي صار. نتيجة التشريح ست رجاء بتقول إنه سبب الوفاة إشي تاني غير الطلقة اللي صابت راس توفيق. مستحيل. لا، مش مستحيل، هاي هي الحقيقة. ألو
دائما بصير عندك هيك؟ شو هي؟ ناس يتصلوا وما يحكوا، ولا لأني أنا رديت؟ ست رجاء، أنت عند أي طبيب تتعالجي؟ الدكتور عادل عز الدين. شو اختصاصه؟ أمراض نفسية. أكيد هو اللي كتب لك هذا العلاج. إيه طبعاً. ما بتاخدي أي نوع آخر غير هذا الدواء؟ آه لا. إذا أنا مش غلطان هذه مهدئات، بس الظاهر تستعمليها بكثرة، يظهر تأثيرها مش كتير كبير. لا، مجرد مهدئات بسيطة. ممكن أعرف عنوان الدكتور اللي بتراجعي عنده؟ عنوان الدكتور؟ ها، في مانع؟ لا ما في مانع، بس يعني ليش بدك عنوان الدكتور؟ انت عم تشك بكلامي؟ حول ايش بدي اشك؟ يعني حول موضوع الدواء؟ لا لا، حول هذا الدواء ما في شك ابدا. لكن ليش بدك عنوان الدكتور؟ لا ابدا، بس حاب اساله كم من سؤال. لازم اجاباتي مو كافيه. لا ابدا مش هيك، بس انا مش حاب اتعبك اكثر ولا أحرجك أكثر من هيك. لا ما في أي إحراج، أنا مؤمنة إنه الإنسان بيصاب بأمراض نفسية مثل أي مرض جسدي، ولا أنت ما بتآمن بهالشي؟ ليش مبين علي هيك؟ لا العفو، بس في كتير ناس بيفكروا إنه اللي بيروح عند طبيب نفساني بيكون مجنون أو في شي بعقله مو طبيعي. بس أنا ما بشوف هيك، بالعكس، لأنه هاي الأمراض ما بشوفها الإنسان بعينه إلا شو؟ إلا في حالات متقدمة من المرض. أعتقد أنك لا سمح الله مش واصلة لهالحالة. ست رجاء، من إمتى بتراجع الدكتور عادل؟ من 4 سنين. يعني بعد ما تجوزتي؟ اي نعم. بتراجعي بانتظام؟ كل شهرين او كل 3 شهور، يعني حسب الضرورة. ما حاولتي تشوفي غيره؟ لا. لشو؟ شو السبب؟ ما في سبب، بس برتاح له. بعتقد انه هذا نصف العلاج، وخاصة بالامراض النفسية. ومن 4 سنين بتاخدي هذا الدواء؟ لا، كنت استعمل غيره. صار لك زمان بتستعمليه؟ اسمعي، بدي اعرف موضوع الدواء الثاني اللي بتاخديه. مهدئات، كمان مهدئات، بس تأثيرها اقوى شوي. كيف يعني؟ يعني ما باخده الا لما بتصيبني حالة شديدة من من شو؟ ليش سكتتي؟ الدكتور عادل بيقول اني مصابة بالوهم. نعم؟ يعني أحياناً بتصور أشياء مو صحيحة أو حتى مو موجودة. مثل إيش؟ شو بتتصور؟ أشياء كتيرة. مثلاً؟ تقدري تعطيني مثل بسيط؟ ما في أي مثال، هي شغلة واحدة بس. شو هي؟ دائماً كنت أتخيل إنه في واحد بده يقتلني، إلى أن تحول هذا الوهم لحقيقة. كيف؟ لأنه توفيق كان بده يقتلني أكثر من مرة. ست رجاء، لو سمحتي اهدي تماما وارتاحي. ارتاحي. احكي لي،
كيف صار الموضوع؟ أكثر من مرة حاول بس ما صارت. كيف حاول؟ ممكن تشرحي لي؟ بدايتها كانت بالسيارة، كنا طالعين سفرة بالطريق، توفيق بلش يسرع شوي شوي، كل ما قاله على مهلك يجي يضحك. فجأة طلعت قدامنا سيارة اجت من الجهة الثانية علينا. قام توفيق بدل ما ياخذ الجانب الأيمن ضرب بريك ودور بسيارته حتى صارت السيارة الثانية من جهتي تماما. لولا سائق السيارة ما لف بسيارته كانت اجت الضربة فيه. لما سألت توفيق ليش ما أخذت الجانب الأيمن؟ عم قال لي وبالحرف الواحد، لو أخذت الجانب الأيمن كنت انقتلت. بس هذا الكلام ما بيعني إنه توفيق قصد إنه الضربة تيجي فيك حتى يخلص منك. يمكن هو في هذيك اللحظة استعمل ذكاؤه وضرب بريك فدارت السيارة، وهذا ممكن. طيب والسيارة ليش دورها؟ هاي شغلات بتصير كتير في السيارات، خصوصا لما السيارة تكون مسرعة، السائق بدعس بريك فجائي، السيارة بتدور. بس أنا ما فسرتها بهالشكل، كتير ناس ما بيفسروها هيك. يعني الحادث كان مقصود؟ مين اللي قالك إنه الحادث كان مقصود؟ جملتهم دكتور عادل وغيره وغيره. الدكتور عادل، الدكتور عادل قالك انه الحادث كان مقصوده انه توفيق بده يتخلص منك؟ مو بس الدكتور عادل، انا كمان متأكدة من هالشي. ست رجاء اهدي اهدي شوي، ردي على التليفون، ردي على التليفون. علينا. أيوة موجود، تفضل. شكرا. ألو؟ أيوة أهلا أهلا. لا 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 موجودة. آه بتلاقوها بالدرج عندي. اسمع، إذا بدكم أي إشي اتصلوا فيي هون. مع السلامة. بتأسف ما كنت متصور يرد، لأنه رن مرتين وسدوا الخط في وجهي. مش مهم. ست رجاء، الدكتور عادل كان يزوركم بالبيت كتير. توفيق الله يرحمه كان في عنده مشكلة مع أقربائه. مع أقربائه؟ لا ما في أي مشكلة. ومع أقربائك أنت كان في مشكلة؟ أبدا. طبعا بيت خالتك من الأقرباء اللي كانوا يزوروكم. أي طبعا. وياسر كان يجي معه طبعا. ياسر؟ لا ياسر ما كان يجي دايما. لا ليش؟ كان في مشكلة بينه وبين توفيق الله يرحمه؟ لا بالعكس، توفيق ما كان عنده مشكلة مع أي حدا بس معي أنا. ست رجاء أنت فعلا مصابة بوهم، وهم كبير كبير، وهم خلاكي تعتقدي تماما إنه توفيق بده يتخلص منك. عشان هيك انت تخلصتي منه وقتلتيه. تمام؟ لا مستحيل،
انت شو عم تحكي؟ انا بحكي الحقيقه. لا انت كثير غلطان، انت غلطان كثير. انا صحيح مرات كنت احس ان توفيق بده يتخلص مني، بس انا كنت بحبه، انا فعلا بحبه. احيانا لما كنت اصفن وارجع لنفسي احس انه هو كمان بيحبني. توفيق بيحبني، توفيق موفر لي كل شيء، كل شيء بدي اياه بيجيب لي اياه. حتى بتعرف في شغلات كان يجيب لي اياها من دون ما اطلبها منه. توفيق بيحبني وانا بحبه، بس الزمن اخده. بس انا رح ابقى زوجة توفيق، رح ضلني روح واجي معه، رح نضلنا نساعد العالم ونعطيهم مصاري. وحتى ياسر، حتى ياسر رح نعطيه مصاري. حرام حرام ياسر، كمان هو شاب محتاج، بده يلبس، بده يطلع، بده يروح ويجي. بس مرة تانية لما نطلع سفرة رح نجيب ياسر معنا مشان هو يسوق. بتعرف انا خايفة شي مرة بكون عم قوم يعمل حادث ويموتني، مش هيك رح خلي ياسر هو يسوق، او رح خلي ياسر يجي يعيش معنا بالبيت بيكون احسن. حتى الدكتور عادل هخليه كمان يجي، بس يا ترى بيقبل يجي يعيش؟ لا اكيد اكيد بيقبل يعيش معنا بالبيت. بلا بيقبل، اكيد اكيد بيقبل. انا اسف لاني راح اخذ من وقتك شوي، تفضل استريح. شكرا. الحقيقه انا حبيت ازورك في العياده، بس قلت يمكن اعطلك، وكمان خفت اسبب لك بعض الاحراجات. لا ابدا ما في اي مشكله. الحقيقه دكتور انا احتجت لك بشغله تتعلق بالسيده رجاء. رجاء رشيد. بعرفها. ممتاز، هذا بيسهل علي امور كثيره. دكتور عادل عز الدين، مزبوط؟ مزبوط. الحقيقة دكتور حتى ما أخرك، إحنا بنحقق قضية السيد توفيق زوج السيد رجاء. يمكن حضرتك سمعت بالحادث. سمعت للأسف، كان إنسان رائع. السيد رجاء راجعتك بالعيادة بعد الحادث؟ زارتني مرتين وكانت حالتها سيئة، وفي المرة الثانية كانت حالتها أسوأ. عال يعني أكيد بتعرف تفاصيل القضية وما في داعي أشرح لك إياها. يعني من خلالها فقط. عفوا دكتور، شو بتقصد يعني من خلالها فقط؟ كلامها لا يعول عليه دائما. أكيد حضرتك بتعرف أنها مصابة بمرض نفسي. بعرف، ولهالسبب حبيت أنك تيجي عنا، قلت أكيد ممكن تساعدنا. أساعدكم؟ شو؟ يعني تعطينا معلومات عن حالة رجاء المرضية، ويمكن تعرف أشياء كتير. عن حالة رجاء المرضية ممكن، لكن أشياء تانية ما أعتقد. يعني الحقيقة أنا بقصد أنك أنت كنت تزورهم كتير في البيت، وبتعرف زوجها وبتعرف أشياء ربما عن علاقتهم مع بعض، يعني بتعرف أشياء كتير. أنا فعلا كنت أزورهم في البيت، لكن زياراتي كانت قليلة، لذلك من هذا الجانب ما رح أقدر أفيد حضرتك. الحقيقة دكتور إحنا شغلنا ما بيختلف عن شغلكم كتير، عشان هيك أنا متأكد إن رح نتفهم بسرعة. كيف يعني؟ يعني نحن شغلنا نبحث عن الحقيقة في موضوع قتل أو السرقة أو أي إشي من هذا القبيل. بعد ما نكتشف هذه الحقيقة نعطيها العلاج اللازم، وانتو شغلكم نفس الاشي، انكم تكتشفوا المرض وبعد ما تعرفوا مسبباته تعطوا الشخص المريض العلاج اللازم. كلامك صحيح، ولو انه نسبي الى حد ما. كيف نسبي؟ يعني في بعض الاختلافات وربما تكون جوهرية. ممكن في اختلافات بس جوهرية لا. اسمح لي انا ما بدي ادخل بتفاصيل يمكن حضرتك تنزعج منها، بس في
في اختلافات. لا بالعكس، ليش انزعج؟ انت انسان واعي ومثقف واكيد عندك راي بهذا المجال وانا بحترمه. هاي مش اول مره بلتقي بشخص مثل حضرتك، يمكن هاي ثاني او ثالث مره، لكن للاسف اللي شفتهم كانوا ينزعجوا من كلامي، عشان هيك ما بحب ادخل بهيك نقاش. لا دكتور بالعكس، ليش انزعج؟ الناس بيختلفوا وجهات نظرهم، لكن هذا ما بيعني ان نبقى سادين اذن. لازم نسمع، وخاصة إذا كانت وجهات النظر هاي جاي من ناس مثقفين وواعيين في هذا المجتمع. أستاذ صافي، مقدم صافي، عاشت الأسامي. أستاذ صافي، أنا ما بنكر أنك إنسان متفهم ومتحضر، عشان هيك راح أوضح لك الاختلاف بين شغلنا وشغلكم. تفضل. أولا، إحنا متفقين على أنه مهنة الطب بتبحث عن المرض من خلال الكشف عن مسبباته الجرثومية والبكتيرية، مظبوط؟ مظبوط. وأكيد هاي المسببات أسبابها غير إنسانية، بمعنى الإنسان غير مسؤول عن تكوينها أو تشكيلها، لذلك بيجي دور الطب والطبيب لأنه بتعلق بصلب عمله وشغله. أما عملنا، بقصد الطب النفسي، فالموضوع مختلف شوي، لأنه بتعلق بمعرفة تأثير الناس الآخرين على المريض والكشف عن دوافعه. يعني المسبب هون هو الإنسان، لا هي جرثومة ولا هي بكتيريا، وإحنا بهاي الحالة بيكون هدفنا التركيز على الدوافع والتعامل مع النتائج بدقة متناهية عشان نعطي المريض العلاج اللازم والملائم لحالته حتى نعيده لحالته الطبيعية بدون ما نسبب أي ضرر للآخرين. دكتور عادل، أنا ما عندي أي اعتراض على كلامك، لكن في مسألة يمكن حضرتك ما ذكرتها. شو هي؟ في بعض الأحيان ما بتلجوا أنتوا أطباء علم النفس إلى إعطاء المريض بعض العقاقير حتى تساعد العلاج؟ طبعا. هذه الأدوية شو هي؟ مش هي بمثابة رادع للمرض؟ نعم. فيا أستاذ عادل، إحنا كمان بنضطر نستعمل رادع للإنسان المريض، لكن بطريقة مختلفة، بس الهدف واحد، هو إنهاء المرض. أستاذ صافي، أنا ما بشك أبداً إنه حضرتك إنسان واعي ومتفهم، لكن أعذرني إذا حكيت لك، في ناس كتير تفكر بطريقة تانية. كيف بفكر؟ يعني أسلوب آخر وطريقة تانية. على كل حال، خلينا نرجع لموضوعنا. تتذكر أول مرة زارتك فيها السيد رجاء؟ يعني قبل حوالي 4 سنوات، 4 سنوات ونص. يعني كان ماضي على زواجها فترة بسيطة. نعم، أول مرة إجت كانت مع صاحبتها. صاحبتها كانت تتعالج عندي، وبعدين على ما أذكر إجت معها مرتين، بس ما كان مالها شيء. يعني لما إجت عندك على عيادة أول مرة ما كانت مريضة؟ لا. وبعدين؟ بعدين صار بيننا تعارف، وأنا حكيت لها إذا بتحتاج شيء أنا موجود، فصارت تتردد على العيادة. أنا كانت تعاني من أثار مشكلة عاطفية مع شخص كانت بتحبه بالجامعة أثناء الدراسة. هذا الشخص ابن خالتها، صحيح؟ مزبوط. طيب، إذا كانت بتحب ابن خالتها، برأيك ليش قبلت تتزوج سيد توفيق؟ من خلال زيارتها المتكررة اكتشفت انها كانت محرومة من اشياء كتيرة، ولما تقدم لها رجل قوي متمكن حست انه ممكن ينقذها من مشاكلها ويسعدها، لذلك فضلته على ابن خالتها اللي كانت بتحبه. طيب، وبعد الزواج؟ بعد ما اشبعت رغباتها المادية حست انه المصاري مش كل شيء، وانه بضل في داخل الانسان اشياء اقوى من المادة، اهمها الحب. دكتور عادل، بس اللي أنا بعرفه إنه السيد توفيق كان موفر للست رجاء كل أسباب الراحة، وكان بحبها كمان، ولا أنا غلطان؟ لا، أنت مش غلطان، كلامك صحيح، لكن المشكلة ما كانت عند توفيق، المشكلة كانت عندها هي. هي اللي ظل ضميرها يأنبها لأنها تركت ابن خالتها رغم قصة الحب اللي بينهم. شو بتتصور دكتور؟ العلاقة هاي
ما استمرت بعد ما تزوجت من سيد توفيق؟ تقصد علاقتها بياسر؟ لا، ما بتصور. ليش؟ لأني سألتها أكثر من مرة وكانت ترفض هذا الموضوع من أساسه، بس أنا تأكدت بطريقتي الخاصة وعرفت أن الموضوع فقط عبارة عن حالة تعويض من رجاء لابن خالتها اللي هو ياسر. كيف يعني؟ حاولت تقربه من زوجها حتى تساعده ماديا، لدرجة أنه كان كل مصروفه تقريبا ياخده منها ومن زوجها. طيب وتوفيق شو كان رأيه؟ أولا أقنع توفيق بأنه ياسر إنسان مش غريب ومحتاج وما في أي مانع من مساعدته، وبعدين ما تنسى أنه توفيق أموره كانت جيدة. أي نعم، فعلا هذا واضح كتير، بس الغريب رجاء أنكرت هذا الإشي وقالت لي إنه ياسر ما كان يزورهم كتير. لا بالعكس، كانت في البداية زياراته كتيرة، لكن فعلا بالفترة الأخيرة قلت زياراته. شو السبب؟ طلباته زادت ومصاريفه كترت وبدأ يضغط على رجاء حتى يأخذ أكتر، وهذا الوضع بدأ يضايق توفيق إلى أن مسكه وحكى له لازم تعتمد على نفسك. وقتها ما بعرف شو حكى له ياسر. يعني صارت مشاكل بيناتهم، يعني تقدر تقول هيك. العفو دكتور، لحد الآن أنا بشوف هذا الموضوع ما له علاقة بوضع رجاء النفسي. كيف؟ مشكلة رجاء الأساسية مش هاي، مشكلتها إنها كانت تعاني من مرض نفسي وتتصور وتتخيل أشياء ما هي موجودة أصلا. بس موضوع ياسر جزء من هاي المشكلة، وحتى أكون دقيق، موضوع ياسر ساعد في استفحال حالة رجاء المرضية. دكتور عادل، شو هي برأيك الأسباب اللي خلت الست رجاء تتصور دايما إنه في شخص بده يقتلها؟ وليش وكيف كان دايما هذا الشخص هو زوجها توفيق؟ هذا موضوع صعب وشائك، بس بقدر أحكي يمكن كانت عايشة طفولة صعبة وظروف غير طبيعية، وبعد ما تزوجت توفيق احتمال صار ربط بين حياتها أثناء مرحلة الطفولة وحياتها بعد الزواج، هذا بالإضافة إلى ظروفها مع ياسر والعلاقة اللي كانت بينهم واللي تحولت إلى علاقة ابتزاز من جهة وعلاقة تعويض من جهة تانية. كل هاي الأمور وغيرها شكلت عند رجاء حالة الشك والوهم. أنا بتصور دكتور إنه الست رجاء شافت في طفولتها حادثة قتل أو شيء من هذا القبيل، وإنه هذه الحالة انعكست على علاقتها مع زوجها توفيق. ما توصلت لهيك نتيجة؟ أستاذ صافي، اللي بفهمه من حضرتك إنك بتشك برجاء؟ لا دكتور، بس إحنا اتفقنا في بداية حديثنا إنه شغلنا بتطلب معرفة الأسباب والدوافع حتى نقدر نسيطر على المرض ونجتثه، وأنا بحاول أعرف الظروف المحيطة بالسيد توفيق الله يرحمه حتى أقدر أشخص المرض بشكل دقيق وأعرف القاتل. ها دكتور، أنت معي؟ معك. العفو، بس شفتك سرحت شوي. لا بس عم بفكر بكلامك، وأنا فعلا سألت عدة مرات إذا كانت شافت في طفولتها هيك حادث، بس ما قدرت. على كل حال أنا بعتقد إنه اللي فجر الحالة عند رجاء هو الحادث اللي صار معه اللي طلعوا منه بأعجوبة. دكتور عادل، أنت مفسر الحالة للست رجاء على إنها محاولة من توفيق حتى يتخلص منها؟ لا لا لا، أنا من مجمل الكلام اللي سمعته منها حسيت إنه كلامها صحيح، بس أنا بده يعالج مريض بيعاني من تصورات أو أفكار خاطئة نتيجة حادث، احتمال يكون حادث عرضي،
بطريقة تزيد من شكوكه وهمه؟ علاج هذا؟ أنا ما فسرت لها الحادث بالطريقة هاي، بس هي ظلت مصرة على تصوراتها وأوهامها. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. كم سنة صار لك بتمارس مهنة الطب؟ يعني حدود 6 سنين. يعني 6 سنوات ممارسة فعلية زائد 6 سنوات دراسة، شيء يعني حوالي 12 سنة. ممكن أسألك سؤال ثاني بخص اختصاصك؟ تفضل. أنت بتعتقد إنه المهدئات اللي بنصح فيها الطبيب علاج؟ لا، المهدئات مش علاج، بس أحيانا بتساعد المريض على حل مشكلته. أحيانا ولا دايما؟ أستاذ صافي، أنا ما فهمت قصدك. قصدي يعني ما إلها تأثيرات جانبية، أنا بحكي بشكل عام، ما بقصد حالة رجاء بالذات. لا، قسم منها في له تأثيرات جانبية، القسم الآخر تأثيراته بسيطة. يعني ما بيولد حالة شبيهة بالإدمان؟ إذا زادت كميته ممكن تولد هيك حالة. طيب، خلينا نفترض إنه في مريض بيحتاج لنوع من المهدئات وحالته بتتطلب إنه يتناولها بشكل منتظم، في هيك حالة ولا لا؟ طبعا أكيد في هيك حالة. ممتاز. خلينا نفترض كمان إنه ما أخذ هذه المهدئات في وقت كان محتاجها، كيف بتصرف؟ أستاذ صافي، أنا مش قادر أفهم قصدك. وأنا بدي إياك تجاوبني على سؤالي. بتصرف بشكل غير طبيعي. يعني كيف مش طبيعي؟ يحاول الحصول عليها حتى يرجع لطبيعته. طيب، هذا معناته أن الحبوب أو المهدئات بتخلي المريض يعيش بحالة بعيدة عن إحساسه أو بعيدة عن إحساسه الشخصي الطبيعي. بس بتخليه قريب من الواقع. يعني بتخليه يفكر بطريقة غير صحيحة. طبعا. هذا معناه أنه المريض لما يأخذ هذه المهدئات بيقدر يتصور أنه غلطان، والحالة اللي كان فيها قبل ما يأخذ هاي الحبوب كانت غير صحيحة. بالضبط، وهي هاي الغير مطلوبة. طيب دكتور، من تراكم معرفتك إلى هاي الحقيقة، يعني معرفتك بعدم صحة تصرفاته السابقة، بتتصور دكتور عادل وأنت طبيب نفساني وأكيد بتقدر تحلل هيك مشاكل، كيف راح يكون تصرف المريض؟ ما بعرف. وبعدين هذا الحكي بيعتمد على نفسية المريض. أنا ما بتكلم بشكل عام دكتور عادل، خليني أساعدك. هيك حالة راح يلجأ المريض إلى الرفض المطلق لكل الظروف المحيطة فيه، ويمكن يحاول تغييرها بأي وسيلة. شو بتقصد؟ يعني ما في احتمال رجاء حتى تخلص من قلقها وهواجسها، ما في احتمال إنها قتلت توفيق. بس هذا تفسير كتير بعيد. هيك تفسير مش وارد في علم النفس اللي درسته حضرتك 12 سنة؟ أنا ما حكيت إنه ما وارد، بس شو؟ دكتور عادل، هذا الاحتمال وارد جدا جدا، وفي احتمالات أخرى كمان واردة. كيف يعني؟ الاحتمال الآخر الوارد كمان إنه في عقل مدبر وصل الست رجاء لهالمرحلة. أستاذ صافي، أنت دكتور عادل، اسمح لي أكمل كلامي. الاحتمال الوارد كمان إنه حضرتك هو اللي وصل رجاء لهي المرحلة. شو قصدك؟ قصدي واضح. تقصد أنا اللي وصلتها لهي الحالة عشان تقتل زوجها؟ أي نعم أنت. وشو مصلحتي؟ امرأة جميلة وحالتها المادية كتير كويسة، بتخلي الناس يطمعوا في جمالها وفي ثروتها، خاصة إذا خرج توفيق من حياتها. أستاذ صافي، أنت
كانت تمزح. أكيد أنت غير جاد بكلامك. أنا جاد نص بكلامي دكتور عادل. أنت فهمت رجاء ودخلت في مخها قضية الوهم. أنت اللي وصلتها للمرحلة المتقدمة من المرض وخليتها تقتل زوجها. وليش بدي أوصلها؟ أنت كان بدك رجاء تتخلص من توفيق حتى تصير إلك، وأنت اللي خليت المرض يتوغل في عقلها. بالعكس، أنا كنت بساعدها عشان أخلصها من هاي العقدة. بعدين كنت دائما بفسر لها تصرفات توفيق على أنها تصرفات طبيعية. بعدين دائما كنت أحكي لها نيالك أنت محظوظة لأنك ارتبطت بإنسان رائع مثل توفيق. أستاذ صافي، أنت غلطان كتير وأعذرني إذا حكيت لك هيك. دكتور عادل، بحب أذكرك أنا مش زبون عندك ولا واحد من المراجعين بعيادتك. أنت شو بتحكي؟ أنت متهم بقتل توفيق زوج رجاء. أنا؟ أيوة أنت. اقعد. ما إلي علاقة بهذا الموضوع أبدا. أصلاً أنا كنت أحب توفيق حتى بعد ما طردني. يعني بتعترف إنه طردك من بيته؟ شو السبب؟ لا ما في إشي، بس مجرد سوء فهم بسيط. وهو صار عصبي كتير وأنا عذرته لأني قلت حقه. طبعاً في واحد بحب يشتغل ويتعب ويصرف فلوسه على واحد عطال بطال. ليش سكتت؟ ولا الكلام ما عجبك؟ لا أستاذ بالعكس، بس أنا شوف يا سر، نكرانك ما راح يفيدك أبدا. بالعكس إذا قلت الحقيقة يمكن يكون أفضل لك. أستاذ أنا أقعد. أنا ما إلي علاقة بهذا الموضوع أبدا. أنا كنت احكي لي احكي. يا أستاذ شو بدي أحكي لك؟ أنا قلت لك كل إشي. أنا ما إلي علاقة بالموضوع أبدا. أنت شاب واعي مثقف وأكيد بتعرف مصلحتك. إنكارك هذا ما في فائدة، لأنه إحنا في عنا أدلة بتثبت تماماً أنك قتلت السيد توفيق. يا أستاذ أرجوك افهمني، أنا شو مصلحتي حتى أقتله؟ بالعكس هو كان فايدني كتير وبصرف عليك كمان. بس بالفترة الأخيرة شعر أنه ما في نتيجة من مساعدته إليك. ليش؟ لأنه بدأت طلباتك تصير غير عادية. شو يعني مش عادية؟ تقدر تقول لي سيد ياسر وين كنت تصرف الفلوس اللي كنت تاخدها من سيد توفيق؟ أكيد كنت تصرفهم على علاقاتك المشبوهة ونزواتك. تقدر تقول لي سيد ياسر ليش حضرتك مش متجوز لهلأ؟ شوف يا سيد ياسر، أنا في عندي اعتراف من الست رجاء بتأكد فيه إنه حضرتك مهدد السيد توفيق أكثر من مرة. مستحيل، ما في هيك إشي، وأنا واثق إنه رجاء ما بتقول هيك. أوف، من وين جايب كل هالثقة؟ فكرك إنه الست رجاء لسه بتحبك؟ بتحبني؟ ياسر انت لازم تعرف انه في عندنا معلومات كاملة عن علاقتك انت ورجاء السابقة. بس انا متأكد انه رجاء ما بتحبني مثل الاول. بالعكس، رجاء مأكدة انها لسه بتحبك. شو؟ مش مصدق؟ لا بس اللي كنت اشوفه منها عكس هيك. يعني كيف؟ مش فاهم. يعني أنا كنت أحس إنه هي بتخاف علي بس ما بتحبني. طيب ليش رجاء قربتك من زوجها وكان مصروفك كله عليها؟ هذا شو بتسميه؟ مش حب؟ يمكن أستاذ إنه أنا ما قدرت أفهم طريقة مشاعرها بشكل صريح واضح. لا لا لا، رجاء بتحبك وضحت بتوفيق عشانك.
لا ما بعتقد انه هذا هو السبب. لا عاد شو السبب؟ يمكن في مشاكل بيناتهم. برأيك شو المشكلة أو المشاكل اللي بتخلي رجاء تفكر تخلص من زوجها؟ ما بعرف. يمكن ما كانت تحبه؟ ما بعرف. ياسر أنا بقدر مشاعرك وكتير متعاطف معك صدقني، بس أنت لازم تساعدني حتى أقدر ألاقي ثغرة أساعدك من خلالها. كيف أساعدك؟ ما بقدر. أنا متأكد إنك بتعرف كل شيء. يا أستاذ أرجوك افهمني، أنا وتوفيق علاقتنا كتير متينة، وأي واحد بشوفها بيقول إنه نحن أكثر من إخوة، وفي صور بتثبت هذا الحكي. طيب وين هاي الصور؟ موجودة عندي، ورجاء عندها كمان، أصلاً عندها ألبوم كامل. طيب. يوم الأربعاء، اليوم اللي انقتل فيه توفيق، وين كنت؟ من الصبح لليل. ياسر أنت بتفهم قصدي كويس، فما تحاول تتابعني. يوم الأربعاء العصر، وين كنت؟ في الأول كنت في البيت، بعدين طلعت. مع مين؟ لحالي. وين رحت؟ طلعت أتمشى وبعدين رجعت. في حدا شافك وانت تتمشى؟ مثل مين؟ في شاهد بثبت انه شافك وانت تتمشى؟ شاهد؟ ما قلت لك أنا كنت لحالي. يعني ما شافك حدا من أصدقائك معارفك وانت بتتمشى؟ لا شفنا حدا ولا شفت حدا. طيب ورجاء أي ساعة اجتكم على البيت؟ ما بتذكر. لازم تتذكر، إذا بدك تخلص حالك لازم تتذكر. يمكن سبعة وربع، ما بعرف بالضبط. ها؟ كنت تقول طالع تتمشى. وأنا كنت في البيت لما وصلت رجاء، سلمت عليها وبعدين طلعت. طب ليش ما ضليت بالبيت؟ لازم كان عندك إشي أهم. لا ما في إشي مهم، بس أنا كنت متضايق شوي، قلت يعني أطلع أشم هوا. وكيف لقيته؟ مين هو؟ الهوا. كويس منيح. بعديها ارتحت ولا ضليت متضايق؟ لا ارتحت أستاذ، بس شوي. طبعا لأنك خلصت منه. أستاذ أنا ما قتلته ولا قليل على ياسر. هذه آخر مرة بنصحك فيها، إنكارك ما راح يفيدك بأي إشي. أنا ليش بدي أنكر وأنا ما عملت إشي؟ أنت كذاب. أنا؟ أنت طلعت من البيت، رحت لتوفيق وقتلته. أستاذ رجاء لما أجت عندكم قالت لك إنه توفيق موجود لحاله بالبيت. أنت كيف تحكم عليه بهاي السرعة وما في أي إشي ضدي؟ بعدين هذا كله ظلم. برافو عليك، برافو. هذا بتعتبره ظلم، بس تخريبك لعائلة كان ممكن تعيش بسعادة خالية من المشاكل مش ظلم. قتلك لإنسان بريء مدلك إيده وساعدك وإنت محتاج وإنت عاطل عن العمل مش ظلم. 5 سنين وإنت بتبتز رجاء لأن مرضتها ووصلتها لحالة من الجنون مش ظلم، بس معرفة حقيقة مجرم حقير بتعتبره ظلم. لا يا ياسر لا، إحنا في عنا أدلة بتثبت على إنك مشارك بقتل توفيق إذا ما كنت القاتل فعلا. تفضل. يسلموا إيديكي. أنا آسف طبعا مرة تانية لأني جيت بدون موعد. مو مشكلة، أنا تعودت على زيارتك. تستني حدا؟ لا، تقدر تبدأ بأسئلتك. معك حق، أنا المزبوط تعبت كتير وضايقت كتير، بس صدقيني هذا كله لصالحك ولمصلحتك. ست رجاء، الدكتور عادل معتني فيك كتير، ليش سكتتي؟
بس الحقيقة معه حق، امرأة جميلة ووضعها مادي ممتاز. استاذ صافي أرجوك، انت بكلامك هذا عم تعني اني عفوا انا هذا مش قصدي، أرجوك انا يعني كل قصدي اني بشوف فيك مواصفات بتخلي كل الناس يتقربوا منك. انا اسف، بكرر اسفي فعلا، انا ما عانيت الا انه الدكتور عادل كان يعتني فيك وبصحتك وعلاجك وفي سبيل تحسين وضعك الصحي، لا أكثر ولا أقل. أنا آسف. يعني حضرتك ما اكتفيت بكلامي فرحت تسمع من الدكتور؟ لا أبداً، بس بتقدر تسميها زيادة معلومات. ليش هذا الموضوع بسبب لك إزعاج؟ لا، ليش الإزعاج؟ ست رجاء، كيف كانت زيارتك للدكتور عادل مبارح؟ مبارح؟ مش رحتي للدكتور عادل؟ إيه رحت، بس لو بعرف إنه زيارتي للدكتور ممنوعة ما كنت رحت. لا 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 أبداً، لا ممنوعة ولا إشي، بالعكس أنت لسه حرة وبتقدر تتحركي وين ما بدك. حرة؟ طيب شو عرفك إني رحت زرت الدكتور؟ كنت عم تراقبني؟ بالعكس أنا ما بحتاج، كل ما في الأمر إنه إحنا عرفنا بالصدفة بس. صدفة؟ بالصدفة اتصلنا بالدكتور عادل وقال الدكتور عادل انه حضرتك كنت عنده. ست رجاء، احنا كل اللي بنعمله لصالحك ولمصلحتك. وانا ما قصرت معكم، كل شي بعرفه حكيت لك يا ست رجاء. عفوا، في عندك صور لتوفيق؟ بقصد لكم كلكم، في طلعاتكم في البيت، بسفراتكم، برحلاتكم. ايه عندي، ممكن اشوفهم؟ واكيد مخلتيهم محطوطين في ألبوم. طبعا، بس ليش؟ لا شيء، يعني مجرد سؤال. لو استنيت شوي كان لما جبتهم شفتهم. شكرا. لازم نستعمل نظارات. ياسر كان يزوركم كتير؟ لا. كيف ما كان يزوركم هو موجود في أغلب الصور في الألبوم؟ لا، هذا الألبوم خاص بالمناسبات، لما يكون في مناسبة كان يزورنا ياسر. هاي الصورة تقدر تقولي لي شو مناسبتها؟ هاي الصورة كانت صدفة، قصدي كان بهي الصورة يوم عيد ميلاد توفيق، فإجا ياسر زارنا. آه، إجا ياسر زاركم. طيب قديش كان عمر توفيق بهي الصورة؟ 45. هاي الصورة فيها 30 شمعة، 30 شمعة. يعني قديش كان عمر ياسر في هاي المناسبة؟ يمكن 30. إذن هذه مناسبة عيد ميلاد ياسر. طيب
تقدر تقولي لي ست رجاء هاي الصورة وين أخذتوها؟ هاي الصورة ببيت خالتي. بيت خالتك؟ بس غريبة، ياسر مش موجود فيها، ليش؟ ياسر ما كان موجود بالبيت. ما شاء الله ذاكرتك لسه قوية. ليش ما كان موجود في البيت؟ وين كان؟ مسافر؟ ما بتذكر. حاولي تتذكري. ايه تذكرت، هاي الصورة اخذناها لما طلع ياسر من البيت. كيف يعني؟ بتذكر انا وتوفيق كنا رايحين على بيت خالتي، بعدين توفيق نسي شغلة بالبيت، اجى ليروح يجيبها، قال له ياسر لا اقعد وانا بروح بجيبها، فلما طلع اخذنا هاي الصورة. ست رجاء لو سمحتي بدي اسالك سؤال، بس ارجوكي ما تتضايقي. يعني اذا بتتذكري وهي ذاكرتك قوية ما شاء الله، يعني قبل الحادث بسنة او سنتين ويمكن حتى قبل الحادث بفترة قصيرة، ما حسيتي انت والسيد توفيق في البيت انه في اشياء تنفقد من بيتكم، اشياء ثمينة؟ يعني شو بتقصد؟ يعني اشياء ثمينة ممكن تضيع تنسرق. يعني بتقصد انه ياسر كان ياخده من دون علمنا؟ لا لا، انا ياسر مو من هذا النوع ابدا. يعني كانت تواجهكم هيك حالات ولا لا؟ واجهتنا مرة او مرتين ما عاد اتذكر. وما عرفتوا مين كان ياخد هاي الاشياء؟ لا. طيب شو روح منكم مثلا؟ تقدري تتذكري؟ بتذكر مرة كنا مخليين مصاري بالدرج بالمكتب، بعدين ما عاد لقيناهن. وقتها توفيق قال يمكن مخليهم بشي مكان تاني. ومرة تعتقد انه ياسر يكون عاخدهن؟ في واحد غيره كان يزوركم باستمرار؟ بس ياسر ما كان يجي باستمرار. ست رجاء، انكارك لجاية ياسر لعندكم ما صار إلها أي معنى، لأني تأكدت منك ومن غيرك، وبعدين ما في داعي لكذا. على كل، ياسر كان عنده مفتاح ثاني لبيتكم؟ مفتاح ثاني؟ ليش لنعطيه مفتاح ثاني؟ يعني ما في احتمال إنه عمل نسخة من مفاتيح البيت في الوقت اللي أنتوا أخذتوا فيها هاي الصورة؟ كيف يعني؟ ما فهمت. حسب ما قلتي انه ياسر هو اللي طلب منكم يروح على بيتكم حتى يجيب الشغلة اللي انتو نسيتوها، مش هيك؟ ايه. خلص، معناها لما طلع راح عمل نسخة من مفاتيح البيت حتى يقدر يدخل على البيت مثل ما بده ووقت ما بده. يعني معقول الشغلات كلها اللي ضاعت من بيتنا ياسر اخده؟ ما في هيك احتمال؟ لا مستحيل، ياسر ما بيساويها. لا، ياسر بيسويها وبيسوي الأكبر منها كمان. يعني ياسر كان يسرقنا؟ طبعا. ما بصدق. لازم تصدق. ياسر مستعد يبيع أقرب الناس إله حتى يحصل على الفلوس اللي بده يصرفها على... ست رجاء، أنا عرفت إنك كنت تعطي ياسر فلوس وفلوس كتير حتى يمشي أموره، مش هيك؟ أنا. لكن طلبات ياسر كانت تزداد يوم عن يوم، شو بتتصوري؟ وين كان يصرف هاي الفلوس؟ ما بعرف. أنا بقولك كان يصرفها على ملذاته وعلاقاته المتعددة. أنت ليش بدك تشوه صورة ياسر بنظري؟ انت ما بتعرف ياسر. ياسر كتير انسان مهذب وخلوق وعنده احاسيس كتير مرهفة. لا ست رجاء، لا اسمحيلي، انت غلطانة وغلطانة كتير. ياسر مش هيك، ياسر واحد انتهازي كان يستغل طيبتك معه عشان يحقق رغباته ومصالحه وبس. لكن انا بعتقد انه ياسر. ست رجاء، انا بقولك انه ياسر
كان بيمثل عليك دور المسكين المؤدب، لكن صدقيني هاي مش حقيقته. معقول؟ بدليل انك انت نفسك ما كنت بتعرف وين بصرف الفلوس، ومع هذا كنت بتعطيه وبتساعديه، تمام ولا مش تمام؟ تمام، ايه تمام. لكن ياسر عمره ما كان محتاج، بالعكس كان يصرف الفلوس على ملذاته وعلى أموره التافهة. يعني شو بتتصور يا ست رجاء؟ ياسر ما كان عنده استعداد يتخلى عنك وعن أي حدا في سبيل مصلحته. صدقيني ياسر ما بستحق لحظة صدق منك. مع الأسف، مع الأسف. وعشان هيك بنصحك قولي الحقيقة. ما بعرف، ما بعرف. بس ياسر بتهمك انت. بتهمني انا؟ مستحيل، ما في هيك شيء ابدا. اذا بتحبي بجيب لك اياه، بخليه يسمعك بلسانه. لا انا ما بصدق، ما بصدق. ياسر تخلى عنك خلص. انا ما بصدق حتى لو سمعت منك. أنا ما كنت مقصرة معه. كيف بيبيعني بهالسهولة؟ كيف بيخوني؟ مستحيل، مستحيل. ياسر كان بايعك من البداية، كان بايعك لما كان ياخد منك وما يعطيك. ياسر كان طول عمره انتهازي، ما بهمه غير مصلحته بس. خلص بكفي، بكفي. ليش هيك يا ياسر؟ أنا كنت مدللتك، كنت فتحت لك بيتي ومضحي بسعادتي كرمالك، آخرها تطلع هيك؟ أنا قلت لحالي حرام، هذا شاب وبيحتاج لأشياء كتيرة، خليني أعطي وتخوني. سافي حقير. اسلم، انا ما رح خليك تتهنى بخيانتك، ما رح خليك تتهنى بحياتك. انا رح رجعك مثل ما كنت، انسان بائس وضعيف وفقير. ما رح خليك تتهنى بحياتك. بدك تخلص مني ما هيك؟ بدك تخلص مني. انا ما بقى صدق أصدقك مرة تانية لما تقلي إنه توفيق بده يموتني. لا، توفيق بيحبني وأنا بحبه. أنت واحد كذاب، أنت بدك تموت توفيق مشان تاخد كل مصاريه. أنت واحد كذاب. ياسر بترجاك، بترجاك تقلي بده يموتني ولا لا؟ توفيق بده يموتني. وين توفيق؟ ليش ما اجى معكم؟ صحيح، توفيق مات، توفيق مات. ياسر موته، ياسر هو اللي موته. عشان نعيش مع بعض. لا، انا ما رح اعيش مع ياسر. لا، ياسر كذاب.